وجيت للرياض عمري كان بين 6 و7 سنين، وكان الرياض عبارة عن يعني موقع مو كبير، مو بهالحجم هذا، وكان صغير جدا بحيث ان احنا كنا نشوف بعض، كل اهل الرياض نشوفهم في يوم واحد، كلهم نشوفهم لما يمشون نشوف. وكانت الدكاكين عبارة عن دكاكين معدودة على أصابع اليد، يعني كلها عدد قليل جدا. كنا نشوف الملك عبد العزيز رحمة الله عليه كل يوم، كان ساكن في المربع، وكان يجي إلى وسط الرياض عشان يروح للمكتب اللي هو في الصفات الآن في قصر الحكم الحالي. كان يدخل على الخيل، بعدين صارت السيارات عاد. لما جاء كان يجي الله يسكنه الجنة على سيارة أعطاه هدية الرئيس، رئيس أمريكا اللي هو روزفلت. وجت السيارة أول مرة يعني اسمها فرت، احنا نسميها مانسول فورد فرت. جت سيارة فرت 46 لونها أزرق. كنا نوقف في أول الحارة في أول الميدان هناك عشان نشوف لما ينزل الملك عبد العزيز من السيارة، ونستغرب سيارة تمشي ما كنا نعرفها. كانوا حتى يعتبرونها الناس، بعض الناس كانوا يتصورون انها تاكل عشب ولا تاكل كذا. حتى بعض الناس اللي ما يدرون عن السيارة راح جاب لها عشب يحطها عند السيارة عشان تاكل. فكانت السيارة يجي عليها عبد العزيز رحمة الله عليه من قصر المربع إلين قصر الحكم، ينزل ويقابل الناس، يلتقي الناس، نشوفه لما ينزل من السيارة. سلمت عليه مرة واحدة بعدين، يعني سلمنا عليه في قصر الحكم مرة واحدة من ضمن اللي سلموا. الحياة تغيرت كثير، لأن الرياض لما انتقلنا إليها وجدنا فيها فرصة للعمل، وجدنا فيها التعليم، بدأنا ندرس في المدارس، تعلمنا في 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 مدارس. أول شيء التعليم، أول شيء عند المعلمين اللي يعلمون القرآن، ثم بعدين جاءتنا فرصة لا نزال نذكرها وندعو للملك عبد العزيز رحمة الله عليه، كان سبباً في هذه المدارس التي أقيمت في الرياض. لما سافر إلى اللقاء بالرئيس الأمريكي في البحر على الباخرة، وغاب عن أهل الرياض 12 يوم، وهم يعني استغربوا وين راح عبد العزيز، يستغربون وين عبد العزيز وين عبد العزيز. بعدين جاء الخبر أن عبد العزيز يعني على أنه طيب وبخير وبيرجع. فاجتمعوا أهل الرياض، اجتمعوا أهل الرياض وقرروا أن يقيموا حفل للملك عبد العزيز احتفالا به واحتفاء به وفرحة بعودته سالما، وجمعوا مبلغ ذيك الأيام، رجال أعمال أو تجار وجمعوا. فلما جاء الملك عبد العزيز راحوا يسلمون عليه أهل الرياض، وقالوا يا عبد العزيز انشغل بالنا عليك وطولتها 12 يوم ما ندري وينك فيه. وكان في مصر في البحر على الباخرة اللي هي الرئيس الأمريكي كان جاي لمصر، وانشغل بالنا وقررنا نحن نسوي لك عزيمة. وألقى واحد منهم كلمة وترحيب وقال بنسوي لك حفل. واحد من الشعراء أيضا ألقى قصيدة لما رجع الملك عبد العزيز، وقال يعني ألا يا مرحبا باللي فانا من بعيد الدار على يختم مع الغبة مصاديره مواريده لفى عبد العزيز من مصر وزاد النور بالأنوار 8 أيام و4 والفرح تضرب مزاميره. 12 يوم في مصر ومسوي الاحتفالات. فسوى شاعر هنا اسمه الويحان معروف في الرياض من الشعراء المشهورين، فسوى القصيدة ذي عشان ولقوها على عبد العزيز. فلما ألقى الكلمة عن أهل الرياض الترحيب وألقى الويحان القصيدة، قال عبد العزيز شوفوا يا أهل الرياض أنتم مشاعركم ما هي بغريبة علي، ومحبتكم لي ما هي بغريبة لأن القلوب عند بعضها، لكن المبلغ اللي جمعتوه لا تحطوه في عزيمة، لا تعزمون وتعملوا الحفل وكذا، لا هذا حطوا به افتحوا به مدرسة يدرسون فيها أبنائكم. فجمعوا المبلغ وفتحوا المدرسة في البطحة، المدرسة التذكارية الأهلية. فالملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان له فضل
انه قال المبلغ بدل ما تجي تحطوه عزيمه وينتهي بعزيمه في حطوه في مدرسه، حطوه في مدرسه واستمر والله الحمد التعليم فيها، وانا تعلمت فيها. دخلت في المدرسه هذه من الابتدائي الى ان تخرجت من الخامسه ابتدائي من المدارس التذكاريه الاهليه. المدرسه التذكاريه كنا طال عمرك نذهب اليها مشيا على الاقدام الى المدرسه التذكاريه، ندرس عند مجموعة من الطلبة، يدرسنا مدرسين اثنين أو ثلاثة يعلمونا كيف نكتب على الأرض، وإحنا جالسين على الأرض، وكيف نكتب كتابة ألف باء تاء ثاء وكذا، ثم أيضا ينطقون بعض الكلمات التي يخلونا نتعلم عليها، مثلا يقول لك اقرأ، تعلم، اكتب، كذا، يعلمونا إياها شفاهة. ثم بعدين يمتحنوننا فيها ويختبروننا. فلما صارت المدارس التذكارية الأهلية صار التعليم أيضا منهجي، تعلمنا فيها إلى أن أنا تخرجت من السنة الخامسة ابتدائي.